اليوم رح ناخذ آخر محاضرة اللي هو الفصل السادس اللي يتعلق بالفورمز اند سكافولدينج بمعنى الفورمز القوالب، سكافولدينج بمعنى السقالات. خلينا نشوف شنو هي الفورمز. أكيد الفورمز مثل ما تعرفون هي قوالب خشبية نستخدمها لصب المقاطع الخرسانة، بمعنى منذ صناعة الخرسانة وجدت القوالب اللي احنا نستخدمها لصب المقاطع الإنشائية. The molds were used with the beginnings of the use of the concrete. Okay, where they need to be developed وتطورت to uniform the development of concrete application لتطبيقات خرسانية متعددة. The wooden mold were used and then the metal. بالبداية استخدم القوالب الخشبية ولحد الآن احنا جينا نستخدم القوالب الخشبية، وأيضا ظهرت القوالب المعدنية وبعد ذلك القوالب البلاستيكية وغيرها. Okay, were introduced and addition were made to facilitate the installation of the mold. ما هي متطلبات القالب؟ استخدام القالب. Requirement for use. أنا أريد أستخدم قالب. متطلبات استخدام القالب. أي يجب أن يكون الكواليتي نوعية مادته and include the strength يتحمل قوة الأحمال المسلطة عليه اللي هو and maintain the shape required ويحافظ على شكله بعد الصب وقبل الصب وقبل الصب أيضا. Secure for the safety of worker يجب أن يكون أمين لأنه جاي يشتغلون بعمال، فاللي هو safety of worker and concrete during work خلال العمل أو خلال الصب. Economic من الناحية الاقتصادية the cost of the mold is an important جدا مهمة وخاصة يدخل في تسعير الخرسانة. خلينا ناخذ اليوم اللي هو الودن مولد. احنا مثل ما قلنا هناك عدة انواع من القوالب من بينها الودن مولد اللي هي القوالب الخشبية اللي ايضا مصنوعة من الواح الخشب. الود مولد are used when concrete is required in a form and detail that cannot be obtained with mold from other material. بمعنى القوالب الخشبية اللي تستخدم طبعا لابراز تفاصيل معينة لمقاطع انشائية ما اقدر اشتغلها بقوالب من مادة أخرى. الودن مولد is economical. القوالب الخشبية هي اقتصادية ويمكن أن أستخدمها use multiple time with اللي هو low damage مع أضرار قليلة. The type of the wood from the which the mold work. المادة الخشب يجب أن تكون من أرخص أنواع الخشب. أيضا يجب أن تكون soft lean on the dryer due to lower effect وعند التجويف تجفيف العفو. اوكي يجب ان تشبيها يجب ان تحافظ على شكلها without torsion بدون التواء. It's required adjusting the dimension of the mold so that the concrete produced in its design dimension and also required control of the crack. مثل ما قلنا القالب الخشبي يتكون من الواح خشب. الالواح خشب راح اللي هو يصفطوها وحده من اللخ راح تكون جوينت. اوكي هذا الجوينت يجب ان يكون اللي هو اقل ما يمكن بمعنى يمنع اللي هو نزول الماء أو المونة السمنت أثناء عملية الصب. It may work between the shuttering board. Shuttering board هي ألواح خشب القالب. أوكي. بين لوح ولوح هناك joint. هاي joints بها نوعين. النوع الأول اسمه joint groove. مفصل قفل، وهذا هو قوي ومتين لكنه صعب العمل مادته. النوع الثاني ومفصل تشكيل اسمه الشيب لاب، هذا ارخص وسهل الشغل به. شنو فائده هاي المفصل على مود ما تتسرب المونه ومياه الخلطه اثناء عمليه الصب. وود لبريكيتر، طبعا الرسومات بهالفصل هي داخله في الامتحان. الود لبريكيتنج از نيسيسري. بعض المرات احنا شو نسوي او غالبا انه ندهن القالب الود لبريكيتد نيسيسري. ليش؟ على مود طبعا شنو ما تلطش الخرسانه او ما تلزق الخرسانه اثناء عمليه الصب وبعدها فتح القالب. فلذلك نشوف انه wood lubricated is necessary مهم جدا in most cases and cleaning the mold وايضا ننظف القالب الخشبي بواسطه اللي هو pressure and spraying then before starting the casting قبل عمليه الصب. Clear the wood to smooth surface. طبعا ننظف الخشب مالتنا على بي أسطح مستوية على مود الصبة أو الخرسانة اللي هو تطلع بالشكل اللي هو المقبول. The mold of inter may be pressed plywood treated. جدا مهم أنه بعض المرات القالب الخشبي من الداخل يغلف ب
بلاي وود. بلاي وود شنو؟ اللي هو معاكس معالج تريتد وذ اويل ديو لسبب. يعني بعض المرات نغلف القالب من الداخل بزيوت عفوا بمعاكس، خشب معاكس معالج ب اللي هو زيوت معينه لاسباب معينه. اول مره reducing the joint، نقلل من تاثير المفاصل وخاصه of large area and preventing the leakage of concrete، ونقلل من تسرب الخرسانة أثناء عملية الصب to get the fair face للحصول على أوجه ثقيلة، increase mold resistance، نزيد من مقاومة القالب نتيجة اللي هو الرطوبة الموجودة بالخرسانة، the possibility of using the mold many times، نزيد عمر القالب بمعنى يمكن أن نستخدمه أكثر من مرة. Wood molding should be strong. يجب أن يكون القالب الخشبي مالتنا، أو مو بس الخشبي، يجب أن تتحمل، يجب أن تكون قوية لمقاومة نوعين من الأحمال المسلطة على القالب دائما. أول هذه الأحمال يسميها ال vertical load اللي هي، أو ال axial load، الأحمال ال شنو؟ ال vertical بمعنى العمودية. أوكي؟ And side loads الأحمال الجانبية. اوكي، اذا القالب مالتي يجب ان يتحمل نوعين من اللودز اللي هي الفيرتيكال لودز والاكسيال لود او السايد لودز، so that they operate in all part as a single units. thickness of the walls، سمك الخشب، سمك القالب الخشبي او سمك الخشب اللي انا استخدمه للقالب، and dimension وابعاده، ابعاد القالب يعني ايش قد ابعاد القالب مالتي والثيكنس مالته يعتمد على عده عوامل. أول شيء design factors اللي عوامل التصميم، applied load الأحمال المسلطة، و dimension of the concrete بمعنى إيش قد أبعاد المقطع الخرساني اللي أنا أريد أشتغله، هاي أيضا جدا مهمة. طبعا هذا اللي هو مقطع في قالب خشبي، مقطع لقالب خشبي، هذا قالب خشبي لسقف مع أعتاب، هذا السقف، هذا مقطع عرضي. شوف هذا القالب الخشبي هو هذا المظلل اللي بالأسود، هذا هو القالب الخشبي. أوكي، هذا هو القالب الخشبي، هاي الأسفل هو عملية إسناد القالب. أوكي، اللي هي التكن أو القطع الخشبية أو الأعمدة الخشبية اللي أسند بيها القالب. أوكي، هذا عندك صور واقعية لقالب خشبي لسقف مع أعتاب لبناية موجودة في بابل. طبعا شوف عندك هاي الشيثرينج بورد اللي هو ألواح الخشب، هاي المفاصل اللي بين خشبة وأخرى، هاي المفاصل، وقلنا احنا أيضا عندنا نوعين من المفاصل شرحناها. أوكي، هنا عملية هاي الأنابيب الأبيض، هاي عملية تمديدات الكهربائية، هنا بدأوا عملية التسليح أول ما يسلح الأعتاب، هذا التسليح مال الكولوم الأسفل، وبعدين راح نشتغل تسليح السقوف. أوكي، فمثل ما تشوف هذا هو قالب خشبي، نموذج لقالب خشبي بسقف بناية. المولد فور كونكريت كولوم وورك يوز وود بانل از ان شيب اور يوز ذا بلاي وود بليت وذ وودن سبورت وذ ذا ريكويرمنت اوف ريسترينينج ذا مولد وذ ذا وودن اور ميتال هوكس ات ديستنس. طبعا شوف القوالب الخشبية لصب الأعمدة، أوكي، تحتاج أيضا إلى اللي هو بلاي وود أو الشفرنج بورد، وأيضا عملية إسناد لهذه الأخشاب أو الألواح الخشبية بواسطة الميتل هوكس. هاي الميتل هوكس كل 25 إلى 50 سنتيمتر to prevent the flattening، لمنع عملية التفلطح أو فتح القالب احنا نسميها of the mold from the effect، نتيجة الدفء الجانبي أثناء عملية صب الخرسانة. هاي بالنسبة للأعمدة. النوع الآخر من القوالب اللي هي الـ metal forms بمعنى القوالب الحديدية أو المعدنية. It's work from many metals and alloy mainly steel and aluminium، بعض المرات من الألمنيوم على مود تكون خفيفة. It's characterized بمعنى خواصها by its durability، تكون مقاومة ديمومة أكثر، and economy
اكثر اقتصاديا because it is usable many times. متت لفت دائما اقدر استخدمها اكثر من مره، اكثر من القوالب الخشبيه. The distribution of mold bar to concrete face which will remain uncovered is required for a regular distribution of the joint between the part in a regular lines and direction. ايضا القوالب المعدنيه هي عباره ايضا عباره عن قوالب، عن الواح معدنيه اللي راح تكون واحده بصف الاخرى، ايضا تترك اللي هو جوين بتوين، لكن هاي الجوين بالالواح المعدنيه او بالقوالب المعدنيه تكون متباعده واقل تاثير بالخرسانه. Paint or oil the metal mold to facilitate decomposition and required cleaning after using. ايضا انا ادهن القوالب مالتي بزيوت معينه على مود اسهل اللي هو facilitate decomposition، بمعنى فك القالب، اوكي، وايضا and require cleaning after using، والتنظيف بعد الاستخدام. البلاستيك مولد او البي في سي فورمز، معنى اللي هو قوالب البي في سي، والبي في سي هي نوع من انواع البلاستيك. طبعا بالاونه الاخيره تم استخدام البلاستيك ماتيريال has become widely used for making molds especially ceiling، وخاصه للي هو صب السقوف، و to show the concrete face of the particular architectural characteristic of اللي هو inspiration، بمعنى ايضا على مود احصل على اللي هو الوجه الثقيل او الناحيه الجماليه من استخدام القوالب البلاستيكيه. Characterize اللي هو خواصها by the possibility of using many times، استخدام اكثر من مره. Lightweight بمعنى الوزن مالتها خفيف جدا. Easy to clean، سهوله التنظيف واقتصاديه. ومثل ما تشوف عندك هذه نوع من انواع القوالب البلاستيكيه، هاي هنا قوالب بلاستيكيه لصب السقوف. شوف هاي الالواح اللي جاي اتكلم لك عليها، ايضا شوف هذا الجوينت اللي يظهر نتيجه اللي هو انه الخرسانه تطبع على القالب. هذا لصب السقف، هذا قوالب لصب جدران، هاي قوالب بلاستيكيه لصب الاعمده. موضوع جدا مهم اخر اللي هو اللود ابلايد اون ذا فورم، احنا قلنا ما هي الاحمال المسلطه على القوالب. اوكي، ذا مولد ار ديزاين فور، دائما هناك عمليه تصميم للقوالب، يعني مو اعتباطا انا اجي انصب قالب خشبي او معدني، ايش قد احط الخشب، سمك الخشب، الابعاد، هناك عمليه تصميم لهذه القوالب. فالمولد ار ديزاين، القوالب تصمم فور اكسيال لود لاحمال عموديه، اند لاترال فورس لاحمال او قوه دفع جانبي، ثرو اوت ذا كاستنج بيريود، خلال عمليه الصب. خلينا نشوف شنو هي الفيرتيكال لودز او ما يسمى بالاكسيال لود، الاحمال العموديه. تتضمن the weight of reinforcement، هي وزن التسليح، and calculate from the construction plan، وتحسب من المخططات. ايضا الاحمال العموديه هي ال weight of the fresh concrete، وزن الخرسانه نفسها، وتقدر ب 2500 كيلوغرام بير متر كيوب. The weight of the mold is estimated at 2260 كيلوغرام بير متر سكوير، ايضا وزن القالب. ايضا اللايف لود، اللايف لود بمعنى الاحمال الحيه، والاحمال الحيه بمعنى هي شكو احمال متحركه، اوكي، بمعنى وزن العمال، وزن الاشخاص، وزن العربات وغيرها. هاي اللي هو تكون من 250 الى 375 كيلوغرام بير متر سكوير. اللود اد ديورينج اكسكيوشن، ايضا هناك اعمال، احمال العفو اثناء التنفيذ. depend on the way the concrete is placed and bucket، تعتمد على النوع، شلون اتجاه ضخ الخرسانه او تضع الخرسانه بالقالب. the movement of the concrete transport equipment، وزن اللي هو وزن المعدات اللي تستخدم في عمليه صب الخرسانه، كيف تكون العربات وغيرها. الفايبريشن، الهزاز اللي يسوي فايبريشن لكومباكشن الخرسانه، هاي كلها احمال فيرتيكال. لود ذا كومبليشن اوف ذا فريش كونكريت اند ديستريبيوتد لود اون ذا مولد بارت، ايضا هناك اوزان عموديه وهي جدا خطره اللي هي اسميها كومبليشن اوف ذا فريش كونكريت، بمعنى انت لما تذب الخرسانه على القالب اول شيء راح تتجمع بعدين تفرشها. هاي قبل فرشها
تسبب لودز فيرتيكال وجدا خطر، which lead تؤدي إلى generate force case the mold creep and collapse. بعض المرات تؤدي إلى حصول فشل في القالب، إنه القالب ينهار. اتذبيت الخرسانة وظلت متجمعة وما فرشتها بسرعة، فهاي راح تسبب لك أحمال إضافية تؤدي بعض المرات إلى which lead to generate force case the mold creep and collapse. ثانيا اللاترال فورس بمعنى الاحمال الجانبيه. The lateral force is produced on the mold from the pushing of the fresh concrete بمعنى عمليه دفع الخرسانه بعد وضعها على القالب. هاي عمليه دفع الخرسانه تسبب lateral force احمال او قوه جانبيه. This is directly proportional، وهذه تتناسب مثل ما قلنا هي خطره، تتناسب to the speed of the fall of the mold، تتناسب مع ملء القالب، سرعه ملء القالب. And with the temperature بصورة عكسية with the temperature of the concrete and the speed of its cohesion وقوة تماسك الخرسانة. أيضا in addition to the presence of the other factors the most important effect of vibration، وأيضا قلنا عملية ال vibration عملية رص الخرسانة واللي تقدر ب resulting momentum بقوة 4500 كيلو جرام بير متر سكوير اللي هو بير متر هايز لكل متر ارتفاع، ايضا تسبب قوة اللي هو جانبية. موضوع اخر بعد ما خلصنا القالب، انواع القوالب من اللي استخدمها وما هي القوة المسلطة على القالب، خلينا ناخذ اللي هو ايضا هناك الستاند سكافولدينج اند هولدر بيم. موضوع يتعلق انه هذا القالب لما تجي تشتغله وين راح يقعد؟ منو راح يسنده؟ هناك ثلاث انواع نستخدمها اللي هو لاسناد القالب، يا اما ستاند القوائم، سكافولدينج سقالات، اند هولدر بيم اعتاب خاصه. اوكي؟ فخلي نشوف مولد نيد تو بي كاريد اند اتاتش تو ستاند. بمعنى اخر القالب مالتي يحتاج الى اسناد على مود اشتغله. وين راح اقعده؟ يا اما على الستاند قوائم او سكافولدينج او هولدر بيمز. الوركس اوف وود سكشن اوف ستيل بايبس اور المنيوم وذ ذا لينث اند ستاندرد سكشن. هاي الشغلات الثلاثه اللي هي ستاندز قوائم وسكافولدينج اند هولدر بيم، يا اما تكون من مقاطع حديديه او المنيوم او من معادن اخرى وباطوال معينه. خلينا ناخذ اول نوع اللي هو الستاند او ما يسمى بالبير اور سبورت او سترت اللي هي القائم الخشبي او من اي ماده اخرى تستخدم لاسناد القوالب. اوكي؟ فخلي نشوف شنو هي الستاند وشنو هي مواصفاتها. الستاند ذا فيرتيكال سبورت هو اللي هو اسناد عمودي ذات كاري ذا مولد يحمل القالب ار ديستريبيوت ذا ايكوال ديستنس ديبيندينج اون ذير بيرنج، بمعنى يوزع بشكل منتظم اسفل القالب. لما نشوف القالب الخشب الموجود وخاصه اثناء عمليه مثل صب البيت، راح تشوف انه لما نطب جوا القالب هو راح تلقى غابه من الاعمده الخشبيه الموجوده جوا القالب، بمعنى راح يكون تلقى سبورت خشبي جوا القالب. اوكي، موزع بشكل منتظم اللي ينقل الاحمال من القالب الى الاسفل. The upper part work with the T brace من الاعلى، شوف هذا السبورت الخشبي من الاعلى يكون بشكل تي على مود يقعد عليه القالب. اوكي؟ فمن الاعلى the upper part with a T bracing. bracing شنو؟ بمعنى التثبيت او التكتيف، نكتفه. تي bracing بمعنى هذا التي هو هذا العمود الخشبي، هذا التي وهذا التكتيف له. اوكي؟ التكتيف على مود تثبته ما تخليه يتحرك. الدي بريسنج كت تو هولد ذا مولد فارملي بمعنى لتثبيت القالب. ذا بوتوم اند من الاسفل، يعني هذا السبورت من الاسفل شبيه هذا الاسفل، شوف من الاعلى تي من الاسفل شبيه. ذا بوتوم اند سيتس اون ذا بيس من الاسفل يجلس على قاعده قد تكون خشبيه او غير خشبيه حديديه اللي هو وود بوردز enough to distribute لعملية توزيع الأحمال إلى شنو؟ بمعنى على هذه القاعدة على مود ما ينغرس إلى الأرض. أوكي؟
بمعنى هذا ستيرول ذا سويل بيس لود نوت نيد اف ذا جراوند از سوليد اور كونكريت، اذا الارضيه سوليدز بمعنى ما احتاج الى هذه القاعده الخشبيه. اوكي ايضا ذا لوور تيبس اوف ذا وودز فور ستاند از ريكوايرد تو ذا بيس باي بيس اوف ذا وود ويدج از ذا ميتال ستاند there is no need for the piece of the wedge to be attached to it because it contains a special screw method such as اللي هو serrated. بمعنى من الأسفل هذا القائم الخشبي وهذا البورد الخشبي راح نحصر اللي هي wood wedge بمعنى قطع أسفينية صغيرة. هاي على مود إذا أكو ملعب أو حركة أو مسافة اللي هو غير مرتبط ويا القاعدة فراح نحشر هذه الوود ايج أو القطعة الأسفينية نمنع شنو الحركة ويكون أكثر ثبات. في السبورتات الحديدية يحتوي على سكرو بمعنى سكرو وقاعدة للقائم فما يحتاج هذه القطع الوود ايج وإنما تفر السكرو على مود تثبت القائم بشكل رئيسي. Sometimes use a pair of the post stand are close more stable for load that cause moving, overturning and heavy loading. بعض المرات احنا مو قلنا نستخدم التي بريسنج، بعض المرات لا نستخدم دبل تي هذا قائميا بمعنى من فوق راح يكون تي تي و اكس بريسنج. اوكي اذا استخدمنا قائمين يعني مو قائم واحد هذا لي انه نتوقع هناك راح تكون حركه جانبيه فراح يكون اكثر ثبات لهذا القالب. هذا ما يتعلق بشنو اللي هو الستاند او ستارت او السبورت اللي يقعد عليها القالب. نوع اخر من اللي نشتغله على مود يجلس القالب عليها اسميه السكافولدينج السكلات. السكلات العادية اللي تكون حديدية البواري هاي السكلات اللي نشتغلها في عملية اللبخ، نشتغل بعملية اللبخ، نشتغل بعملية التغليف، أيضا نشتغلها على مود نقعد القالب أو نثبت القالب لصب الخرسانة على السكافولدينج. فانيشالي يوزد بالبداية السكافولدينج أو نسميها السكيلتون كانت تستخدم هي طبعا سكلات مؤقتة لتثبيت لعملية الإنشاء لعملية البناء. العامل يجي ينصب سكله على مود يشتغل بناء. Then developed in term of material and detail and become used also to carry the foam. ولكن بالآونة الأخيرة قمنا نستخدم السكافولدينج لتثبيت القوالب اللي هو foams and gives. Okay. Give them and as a better alternative to the stand وهتعطينا خاصية انه القالب يكون اكثر ثبات على السكافولدينج من الاسترات او السبورت. It's preferable to use metal. بعض المرات الاسكلات تكون من اللي هي الاجزاء المعدنية البوار المعدنية اللي تكون اكثر اقتصادية and safety and easy to installation وسهلة في عملية تفك السكلة وتربطها. خلي تشوف السكلة هاي قدامك هاي سكلات من الأنابيب المعدنية. طبعاً قد تنقسم اللي هو سكلات ثنائية ثلاثية أو رباعية بمعنى أربع قوائم بيها. أوكي طبعاً connecting the scaffolding pipe with each other طبعاً تتصل اللي هو أنابيب معدنية بواسطة اللي هو بصورة horizontal أفقية وعمودية وبصورة مائلة and working different configuration وتكون بأشكال مختلفة مثل ما قلنا احنا قلنا ثلاثية وثنائية ورباعية الشكل اللي هو two with boards stand with the bracing. هذا الجزء المائل بمعنى يطلق عليه البريسنج لان احنا قلنا السكلم ما تتكون من اجزاء vertical واجزاء horizontal. اما الجزء المائل دي شوف هذا الجزء المائل او البور المائل هذا على مود اسميه البريسنج بمعنى تثبيت السكلة. عدم وجود هذا الجزء المائل السكلة مالتك راح تروح تتحرك يمين ويسار. اوكي فعلى مود اثبت السكلة مالتي اكثر ثباتا على مود القالب يكون اكثر ثباتا فاضع الاجزاء المائلة اللي اسميها شنو اللي هي اجزاء السلانت بارت يعني مو بس هوريزونتال اند فيرتيكال وانما السلانت بارت. اوكي هذا اسميه شنو التكتيف بريسنج. ايضا it's also used when processing external wall and facets
اللي هو ابلايد فينيشنج، احنا قلنا مو فقط لتثبيت القوالب وانما تستخدم في الاعمال الانهاءات. ومثل ما نشوف هاي السكلات اللي هو ثنائيه ثلاثيه رباعيه، وهاي عمليه السكله وعمليه التكثيف هاي البريسنج. يعني احنا اخذنا اكو بريسنج بالسكلات، اكو بريسنج بالسبورت، هذا اكس بريسنج او تي بريسنج، هاي طبعا جدا مهم في عمليه تكثيف وتثبيت القوائم والسكلات. نوع اخر انا اشتغل على مود اثبت او اشتغل القالب مالتي اسميه الهولدر بيمز، الاعتاب الحامله. اتس تمبرري، مؤقته. بيمز يوز تو سبورت ذا مولد ان ذا هوريزونتال اند فيرتيكال دايركشن اوف ذا ديفرنت سبيس. بريفير ميتال، يفضل ان يكون من، طبعا هذا النوع من الانواع اللي ايضا راح اشتغل القالب على هذا البيمز ويستخدم لاغراض خاصه. بريفير ميتال هولدر فور ايزي اند سبيد اون انستليشن، طبعا يعني يفضل ان يكون من القطع المعدنيه، البوار المعدنيه او مقاطع معدنيه، على سهله الشد والفك مالته. اند ايكونومي اند فلكسبيليتي ان تشينجينج سبيس، افيلبل ان بوكس سكشن اور نت سكشن، كان اكسباند، يمكن ان اكبره ب السبيس مالته كبير او صغير اعتمادا على نوع القالب مالتي. اللي كان اكسباند تمديده سبيس اوف ذا هولدر تو بي سيت اون ذا اندز، يجلس على النهايات، اللي هو دو نوت نيد ذا ميدل، وما يحتاج الى يعني ما يفرق او ما يميز الهولدر بيم، انه ما يحتاج اللي هو دو نوت نيد ذا ميدل ستاند، ما احتاج الى اسناد من الوسط، فيستخدم لاغراض خاصه. موضوع جدا مهم اللي هو ايضا تكلمنا سابقا عليه، اللي هو البريسنج بمعنى التكتيف. احنا قلنا اكو تكتيف بالسبورت، اكو تكتيف بيمن بي اللي هو سكافولدنج بالسكلات، وحتى بالهولدر بيم. شوف هذا الجزء المائل هو نوع من التكتيف. فالتكتيف البريسنج ريكوايرز، انا احتاجه بالسكافولدنج، احتاجه بالهولدر بيمز، احتاجه بالستاند فور بريسنج تو ستابلايز. ليش؟ على مود اثبت ذا مولد اند بريفنت، وامنع ذيم فروم ذا موفينج، من الحركه، اند اللي هو سايد كريبينج، الحركه الافقيه، ريزلتنج فروم، نتيجه الويند، الرياح، نتيجه الكيرفتشر، التقوس اللي يصير نتيجه الاحمال بالقالب، نتيجه السطلمنت، نتيجه النزول بعض المرات اللي يصير عندي اثناء عمليه الصب، نتيجه الموفمنت، نتيجه حركه اللي هو الخرسانه او المعدات اللازمه لنقل الخرسانه على القالب، او نتيجه الاكوموليشن اوف ذا فريش، نتيجه اللي هو تجميع الخرسانه في مكان واحد. فاحتاج عمليه البريسنج. ذا وول اند كولوم، ايضا القوالب يعني استخدمها لصب الجدران والاعمده، ايضا بها سبورت، يعني هو نوع من البريسنج اللي هو سبورت سايد سوي يوزنج وودن ميتل اور كيبل سبورت. بعض المرات استخدم كيبلز لاثبت القالب مالتي امن عمليه التفلتر. اوكي، هذا اللي هو قوالب لجدران، هذا قوالب لاعمده. شوف هذا البريسنج الموجود بالقوالب. موضوع اخر جدا مهم، جدا مهم، ما هي المتطلبات instruction about forms، ما هي المتطلبات او الملاحظات اللي يجب ان الاحظها during design، اثناء التصميم and execution. ما هي الملاحظات المهمة اللي يجب ان اعير لها اهتمام نتيجة اثناء التصميم والتنفيذ للقوالب. The appearance of the concrete face and the statement of the architectural detail، بمعنى شكل الخرسانة اللي راح تظهر، اوكي، لهذا القالب. The vertical of the mold with the bracing. The vertically of the molds with the bracing and good support and adjust the dimension of the mold. بمعنى هل القالب مالتي هو vertical و بدعامات ثابتة، قاعد على دعامات ثابتة، بي bracing بحيث احصل ثبات للقالب، وايضا الدايميشن مالته يجب ان يكون ثابته ما تتغير. ايضا opening and the creation of the special template for that، بمعنى اشتغل فتحات بالقالب
هاي الفتحات استخدمها للتمديدات الصحية، فيجب أن أضع أيضا بنظر الاعتبار أثناء شغل القالب أن تكون هذه الفتحات موجودة. Determination of structure and expansion joint أيضا يجب أن أسوي حساب للجوينت للمفاصل التمدد وين راح تكون بالقالب أثناء عملية الصب. Lifting the middle of the mold or the its tips in expectation of bending and convexity، بمعنى ارفع الجزء الوسطي من القالب، اوكي، طبعا تلافيا لحصول نزول في منطقة الماكسيمم ديفليكشن، فارفع جزء بسيط اللي هو اجزاء من المليمترات على مود اذا نزل ما يسبب لي مشكلة. The creation of line or road you are crossing special floor for the concrete transport and casting ايضا يجب ان اخذ بنظر الاعتبار ان اكون هناك طرق ولاينز وخطوط اللي هو استخدمها للسقوف الخاصه لنقل الخرسانه المصبوبه. هذا ما هي المتطلبات المهمه اللي يجب ان اراعيها اثناء عمليه تنفيذ وتصميم القالب. موضوع جدا مهم ايضا اللي هو failure of the mold work، بمعنى الفشل اللي يصير بالقوالب. بمعنى الفشل بمعنى شنو الفشل؟ بعض المرات انه القالب ينهار اثناء عمليه الصب، بمعنى انه صار عندي فشل بالقالب، وبعض المرات لا القالب يفتح، بمعنى الدايمنشن مالته راح تختلف، هذا ايضا راح اسميه فشل. There are a failure in the work of the mold and mean failure، بمعنى variation of dimension تغيير ابعاد القالب، هذا اسميه فشل. الديكلاين اور كولابس بمعنى ان القالب يفشل ينهار ايضا اسميه فشل. شنو هي الاسباب اللي تؤدي اللي هو فور ريزن اوف ديزاين اور اكسكيوشن؟ ذا موست امبورتنت ريزن فور كولابس، ما هي الاسباب الرئيسيه لانهيار او فشل القوالب؟ There is a weakness in the installation of the mold part. هناك ضعف في عملية ربط أجزاء القالب. There is insufficient bracing. ماكو bracing، ماكو تكتيف بالscaffolding أو الستاند أو الهولدر بيم. The existence of side push force greater than accept the mold. هناك تتولد قوة جانبية أكثر ما يتحملها القالب فينهار. Not to support the end of the stand on the fixed base. الدعامات ما قاعده على منطقه ثابته مما تؤدي الى انه تنغرز ويسبب الانهيار. Failure may occur for a special reason، بعض المرات يصير انهيار لاسباب خاصه اللي هو غير متوقعه. The mold caused by the fall of the concrete، بعض المرات العربه الكونكريت نقل الكونكريت تسقط على القالب او تسبب فشل. بعض المرات الفايبريتر تسقط على القالب او اله او وزن معين ما يسقط على القالب يسبب لنا فشل للقالب. هاي هي الاسباب المهمه لعمليه فشل القوالب. طبعا فصل جدا مهم وجدا مفيد في حياتك العمليه، جميع الرسومات داخله، اوكي، واتمنى لكم الموفقيه وشكرا جزيلا.